نعم راح انزا بعض التعليق لكم مثلا اخيرا. هيرما نيتو يقول اليوتيوب احد المتابعين اخيرا هذا من افضل المواضيع التي سمعتها في هذه القناة، فكرة رائعة لمساعدة شبابنا وطلابنا في الوصول إلى وظائف مهمة لمساعدة حياتهم الاقتصادية اليومية ومساعدة أسرهم. حد سعيد لكم جميعا. يقول هيرمانو أو هيرمانيتو أجمس الموضوع بزاف، فنتمنى إن شاء الله سمعة ونذومات. أنا غزاها كنا مكالمة هاتفية عبر الواتساب. السلام عليكم. السلام عليكم سي سعيد مضيد. اهلا مرحبا لاباس دمت بخير. شيخ ربي بارك الله فيك سي سعيد. هزو غير تما اقل قلمو باش كي بعدا باش تسمع. سي سعيد مبادرة كبيرة. نعم والله العظيم خاصة انه شي نحوسي ما غنغ وشو مكان كاين اللي بدا المالي السنة يعني ما غاساس نطوسي انسان غاساس نطلب انسان السي في ماشي حاجة يخلي دوني الزون خا الخدمة تعاود وغا الشي ما غير نعم. هو هذا اللي تينا ديج مبادرة تما الله يجازيك بخير رقمي راه يدير تما ديج مبادرة سبحان خاصة يعني تما وليدي القاص ما يشديش بالأجر تقد وفي الطلب ذي حد تما ناس شين كوميسيون في الطلب ذي حد ناس تعدي الأرقام ديريك تقد هنا إيش تحية طب خرج زي ساعي ومن هي ماشي تما أول مرة يعني مبادرة فين في يعني تبارك الله تما تم قرانين وزما تحسب الله يحفظ ربي العالمين وتحيه بزاف سي سعد بارك الله فيك. الشهاده لك هذو مات قال البرنامج تلقى الحلقه الاولى ولكن سمعه كل شيء نغزني تين كاريف يعني المعاون جرانا الهدف زي الفكره ديال البرنامج هو على الاقل بعض المغاير بعض ياريزن ممكن نستخدم ممكن ننقذ بزاف الاسر زي الضياع ممكن ننقذ بزاف في حاموشين تي حاموشين مفزار دقه دي حاموشين مساكن يعني قاند غاس انت متفوقات كي الدراسه نسنا مسجل مع داك المعارض واكيد اللي حاموش عاد على داك هنا يعني ولكن الزمان كبر الدراسه لانه غاس ندور والامكانيات الماديه مزيان كبر فاضطرت انه نقاطع نزيد الدراسه باش هذا حد خدمت في الوالدين نسن لانه ربما يهلكنا شي حاجه فمرا نقض بعض الاسر كيما انايا فاديج الاجر ضام قران هذوما ثم يخصك معاهم الكرشي هذوما تينو كنا كنقولوا سي سعيد نعم راه قاعد كي البكالوريا نعم بعدا تاخر خرج من حنجه تبارك الله على الوقت ملي خرج البكالوريا 2017 والصف ولكن مسكينه لاسباب ماديه تسمى اسباب ماديه هو وكم ماشي دي غوري ناس في الواقع لا شي نقول وخني لا تلقى شي ليستي ما بغيتي مع العلم انه انت في رومي تسقسك الوقت ملي تحول ميزه تسمى الطب لاسباب ماديه صرفه تسمى قاع خذين بوشي السبب وتجوك ناس نعم سيت غير تجي سو بوب تجي سو بناي تاويد يعني تما نكوني من تنقط اليوم انسان و اني اجن حاجه زواتي نعاود خلي لي وداني تما غير ناس يتناصى الناس حبير اني زمان ناس خدمه لي ناس صافي نقول على صحاب حسين ما بين لي نخدم قال فكره لي انه صحاب حسين ماني معكاز ناس تجي شي خدمه قال لي تندير شي اشاعه و اذا حسين والله باش حشنا ماني ما سست مساكن يعني لو غادي تلقى عن شريبه مس حسين ماني ما سست تندمج يتقل مجهود ينس يطحي النزير وقت ينس ما ليش غاشي اللغة طحي رمى الزي تقينا ديت مجهود يعني تروخ انتق شي حاجة قيف مثلا انا كفوز بفوز وقا شوف بما انه يعني الحري وزا يواود نفوز كفوز حتى تما انا كوني انا اذا غابر الامان اما غذيني اذا نتي شي مكالمات الله يلي تقص الزاف اسلو غزة ستو تعمل اذا مخطا ما تقرأ خيشو غايش غاي حاموش اللي خصينا في اراضي بانو شي حاجة قولو في ويقر مشتا يعني الله يسر الامور كل شيء خمس زيان طوم قرنا دوني ما عجز 18 سنة يقول يلا يكسين ايش ديبلومين سنة ونمغان الله يسر كل شيء اخوي سعيد وخسر وتأبل تما وكان ولكن تشاكي جدا حياك شو زينو اشح الله تعالى وخسي سعيد اخوي سعيد اشح الله تعالى وخذ دكا شو اسمينك وخسي شو اسمينك وانتني شو اسمينكم زياري اش قايله تاع داك اش قال ياسين لا مرانا ياسين لا يسور ديجا ياسين لك كان المهم اتفقك تواصل ان شاء الله وقت ان شاء الله خويا ياسين تحيه رجاء متبادله خويا ياسين شكرا شكرا للشهدينك في التواصلك كنا صراحه ممكن هذو مات ياسين احسن معاون جرانا ثق قويه ويا ومزارع شي يعني بنوقه يبدأ الحسيمة يعني الشباب الحسيمة قوخت من شي قاذفين يعني لا بالعكس الشيء ذو ماتيناك ذن حسيمة خد من مغلا يخصديري تق جرنا والمعاون جرنا ونقذ بزاف العائلة إن شاء الله سرخذ ماشي سلوثة نهار ذنتين ماشي تتا
ماشي نطلب المعاونه، ماشي نطلب يعني دين عاشين، لا هذا برنامج جديد ربما لاول مره، برنامج وادي هذا اللي تلقى المنطقه نعرف. وسبحان الله الفكره يا دو سيد احتمل بزاف في وذان تتواصل عندك التليفون. قال يا سعيد الله يجزيك بخير، ربما شكسن حد قزور خدمت شي حاجه بخصوص الطلبه تاعهم، واش الطلبه يغذي حنجان، يغذي السائقين، يغذي الشباب، يبقى كزور خدمت ضبرت شي خدمت. هذا سيد الفكره يا ني غسانك البرنامج غادي اسبوعي، وهذه الطريقه اللي نسمح خدمت هو يبث مباشره في الفيسبوك في التيك توك في اليوتيوب، وان شاء الله ما غلا يعني قيل ايام تغيسن قيل اسابيع تغيسن اكيد ديري معروف خي اذا البرنامج ولاتين واش نخص ما غلا من داك السرعيب ما نكون ما ساقي الساعه ونروح لك حتى 12 وتجيبوا المشكل على مدى 3 ساعات من الزمن وتجيبوا المشكل اثنت نحسب ان شاء الله الاجر غير الله سبحانه وتعالى. شي قلت بدك يكون في القناه المتواضعه وما تقمي بان ساكون من بين اسعد الناس على وجه الارض حينما اسمع راه يتحدث ان سعيد احوج مثلا شين الحاله شين الشخص اللي غني شين تحاموش اللي خشين دمغاتها كي يخدم استعديت مثلا ايمان ما غاتجا الباك ما غاتجا 20 سنه الزغتها كي يخدم نيغ استعديت واش مثلا حنان زين حسين ما غاتجا انت الباك 25 سنه الزوا كي يخدم نيغ استعديت محمد زين حسين مرة انت غاصل الباك 32 سنه عازب الزو يخدم السائق نيغ 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 فاش يعجب الحر شنو مزيان واش نغس حس واز بانه ذي جومات نغدي جوج تماثنا يعني نضبط اصدر خدمه الطريقه يا نزار قلت ساعه تسويني يا واحد معاون ثاني فلوس كفوس ان شاء الله يتماثنا سوي مانو اكيد ان شاء الله انا قيم تيقن بانه المستقبل هذه رضا سبحان واخا البدايه تيري شويه صعبه ولكن يعني سر خدمه المواصله نخدمه فاكيد البرنامج هو ديري معروف حتى غا الباترونا يوذن يهزون كي خدامين يوذن يهزون خدامين اكيد ما غلا اتصل غانا وشي مالين تقف بدوني مقابل باش تسلم وين تجي شي مقابل انزار شو مثلا راه تيزو كنت كاع سكر السي علي غادي سكاد لافيتاسيون فالعمل ولنتين تقف لوجه الله بدوني مقابل باش تنسن ثانيتين. اذا فمرحبا بالجميع عاد ترحب يعني سورا غير خوم شكاي وما نيخش ما وتشما نزود في الخدمه ونسين شي ماني غاساس الدوسين ونسين شي ماني غاتر بالخدمه برنامج بغيت نخدم ني غازور خدمه اقدر على الاشاره 07 67 35 150 06 انا